90 قتيلا في بوراندي في اشتباكات بين الجيش ومناوئين للرئيس الحالي. أفريبول تدشن مقرا بالجزائر وتشكيل قاعدة بيانات للمطلوبين إفريقيا أبرز الأهداف. بعد شد وجذب أزمة حزب تونس تعصف بالقمة ومحسن مرزوق يستقيل من الأمانة العامة رسميا. أسعدتم مساء مشاهدينا وأهلا بكم في نشرة الأخبار الدولية من قناة زايد نيوز. إذن وكما جاء في العناوين، قتل نحو 90 شخصا في اشتباكات هزت العاصمة البوراندية بوجامبورا. وتعد هذه الاشتباكات التي وقعت بين الجيش ومسلحين الأعنف في البلاد منذ محاولة انقلاب فاشلة في مايو الماضي اعتراضا على ترشح الرئيس الحالي لعهدة ثالثة. على وقع الدم الممزوج بطلقات الرصاص الحي استفاق أهالي عاصمة بوروندي، جثث مبعثرة هنا وهناك وأشلاء مترامية في كل الأطراف وأصوات العويل والبكاء اجتاحت المكان من كل جانب. الصدمة كانت قوية في البداية مع دموية المشهد، بعدها بدأت الأمور تتضح رويدا، ليدرك المذعورون أن الليلة السالفة كانت مثقلة بالاشتباكات العنيفة بين الجيش والشرطة من جهة ومسلحين مجهولين من جهة أخرى، خلفت ما يقارب 90 قتيلة بينهم 40 شابا. 79 شخصا من العدو لقوا مسرعهم، 45 آخرون تم القبض عليهم، كما ضبطت الكثير من الأسلحة والذخائر بحوزتهم. في سلكنا الأمني توفي 8 عسكريين و4 من الشرطة، كما جرح 21 آخرون. هول ما عاشه البورانديون يعود إلى الجمعة الماضية، حيث شن مجهولون هجوماً على 3 مواقع للجيش في العاصمة بوجمبورا، لتندلع اشتباكات في المدينة هي الأعنف منذ محاولة انقلاب فاشلة في مايو الماضي. رأيت الكثير من أفراد الشرطة يرصدون عدداً من الرجال، طلبوا منهم التوقف، لم يستجيبوا وبدأوا بالركض، ففتحت الشرطة عليهم النار. لحد الآن لم يكشف الأمن عن هوية منفذي الاعتداء، إلا أن أحد الجنرالات الذين وقفوا وراء محاولة الانقلاب الأخيرة قال إن مجموعته التي رفضت العهدة الثالثة لا تزال تعمل جاهدة للإطاحة بالرئيس الحالي بيير نكورونزيزا. هذا الأخير الذي كانت قد أثارت خطته لإعادة الترشح لولاية ثالثة ثم إعادة انتخابه في جويليا الماضي أثارت فوضى عارمة في البلاد يروح ضحيتها يومياً الكثير في مجازر هي الأبشع في تاريخ بوروندي المستقلة. عنف متزايد في الأشهر الأخيرة دفع بوزارة الداخلية إلى وقف نشاطات 10 منظمات للمجتمع المدني متهمة إياها بالضلوع وراء أحداث التخريب، وضع يؤشر بتطور النزاع أكثر وربما انزلاقه إلى صراع عرقي كذاك الذي عاشته الجارة رواندا لعقدين من الزمن. وللمزيد معنا حول هذا الموضوع عبد الله شتري المتخصص في الشؤون الإفريقية، معنا عبر الهاتف من العاصمة الأثيوبية أديسا بيبا. أستاذ أهلا بك. أهلا وسهلا أستاذ. بعد هجوم الأمس هجوم جديد اليوم والحصيلة ثقيلة، إلى ماذا ترشحون الأمور في هذا البلد؟ تكلمنا البارح أنه الأمر مرشح للتصعيد أكثر فأكثر، لأنه معطيات الأزمة تؤكد أنه ليست يعني بعد ما ترشح الرئيس وأكد إصراره يعني بعد ما أكد إصراره على شاف روحه أنه مساند من طرف الجيش والأجهزة الأمنية في نفس الوقت، فهذا يعني نعم بدون تدخل المجتمع الدولي وبدون مبادرة مصالحة وطنية داخلية لن تتراجع عملية العنف.
ولكن أستاذ، هل هناك بوادر أي وساطة لحل سياسي لهذه الأزمة؟ ونحن نترقب في هذه الأيام الأخيرة، هناك مبادرات داخلية فيما يخص المعارضة وبقيادة أحد المنافسين له في أحد المنافسين للرئيس في الانتخابات الأخيرة. كانت هناك مبادرة للمصالحة الوطنية بحيث أن الرئيس يستمر لمدة سنة واحدة ويشكل حكومة ائتلاف وطنية، لكن يظهر أن الرئيس لم يوافق على هذه المصالحة. في نفس الوقت نلاحظ أن المجتمع الدولي ساكت على ما يحدث ويكتفي ب يعني يكتفي بالتنبيه وعدم الذهاب الى المطالبه بعدم الذهاب. استاذ عبد الله، استاذ عبد الله، هذا ما كنت استاذ عبد الله هذا ما كنت بصدد سؤالك عنه. نرى ان هناك صمتا دوليا مريبا في رايكم، لماذا الصمت عندما يتعلق الامر ببوراندي وافريقيا عموما، عدا عندما يكون الامر في دول اخرى تهم العواصم الغربيه؟ ليست هناك آليات فعالة للتدخل في هذا المجال، لأنه حتى وإن تدخل المجتمع الدولي راح يكتفي بالعقوبات، بما كما رأينا أن الاتحاد الأوروبي هدد بعقوبات على سياسيين ووزراء من حكومة كورونزيزا. لكن في نفس الوقت الاتحاد الإفريقي يملك الآليات الكفيلة بالتدخل بما يتيحه له بروتوكول المنشئ لمجلس السلم والأمن حسب المادة 4 يا تمكنه من التدخل في هذا الأمر. لكن لحد الآن الأجهزة أو المؤسسات البورندية هي في يد السلطة أو في يد الحزب الحاكم، وهو ما يبين ضبابية الجهة المقابلة اللي هي المعارضة. اليوم لاحظنا أن المتحدث باسم الجيش يقول أنه يسمي المعارضة بالعدو بدون أن يوجه أو يوضح ما هو هذا العدو. فما دام الصورة داخليا غير واضحة يبقى غموض في التدخل الدولي. أستاذ عبد الله، المسؤولين الأمنيين وصفوا المسلحين بالعدو، ألا ترون أن هناك حالة من الانقسام الشديد في المجتمع البوراندي؟ هناك أعتقد أن هناك خللا في الاتصال. على كل، شكرا لك عبد الله شوتري، كنت معنا من العاصمة الأثيوبية أديس أبيبا. في موضوع آخر، ودائما في إفريقيا وغير بعيد عن موضوع التطورات الأمنية في القارة السمراء، حيث تم اليوم تدشين مقر للشرطة الإفريقية أفريبول بالجزائر. عملية التدشين تمت بالموازاة مع اجتماع قادة الشرطة الأفارقة، وذلك ليومين، اليوم وغدا. ويهدف الاجتماع للمصادقة على النصوص القانونية لأفريبول قبل اعتمادها في قمة الدول والحكومات الإفريقية المرتقبة مطلع السنة المقبلة. هي آلية للتعاون في مجال مواجهة المخاطر الجديدة التي تهدد السلم والأمن في الدول الإفريقية. أفريبول، هذا المشروع الإفريقي الذي جاء ليرسي قواعد العمل الجماعي بين دول القارة السمراء، يهدف لصياغة استراتيجيات مشتركة حول كيفيات التعامل مع الإجرام، وبالأخص مكافحة الإرهاب والاتجار بالمخدرات. إنما تم إنجازه لحد الساعة وكل الأشواط المقطوعة هو ثمرة من ثمرات تضحيات قدمتموها وإلزام أبنتكم عليه من المراحل الأولى لميلاد هذا المشروع النبيل. ستشكل الأفريبول من هنا فصاعدا المستوى القاري لتواصل أجهزة الشرطة الإفريقية والتنسيق فيما بينها. إن الحاجة إلى آلية قارية من هذا القبيل أمر بديهي، فقد أصبحت مجموعات الجريمة المنظمة تنشط بشكل معقد وعلى نطاق دولي. تمويل أفريبول بالخبرة والإمكانيات المادية والتنظيمية هو ما تعهدت به الجزائر خلال اجتماع قادة الشرطة الأفارقة. فالجزائر تبقى حريصة دوما على تحقيق أهداف ترقية الشراكة الإفريقية وتوطين التعاون الدولي والإقليمي، لا سيما من خلال المساهمة بتجربتها وخبرتها
وإمكاناتها في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان. إعداد قائمة بالمطلوبين إفريقياً، تبادل المعلومات والتنسيق بين أجهزة الشرطة الإفريقية هي أهم الأهداف المعلقة على هذه الآلية. التعاون العربي العربي في مجال تسليم المجرمين كان على مستوى مرضي، ولا أخفي عليك أنه يتم التسليم بالعشرات في كل يعني شهر بالنسبة للعالم العربي. هذا الموضوع إذا انتقل إلى القارة الأفريقية سيكون هناك تعاون كبير ومثمر، يرتكز في هذا المجال في الأفريبول في عمله الأساسي في تقديم المشورة الفنية والتقنية في المجال الأمني، بالإضافة إلى موضوع آخر وهو عملية إعداد قاعدة بيانات جنائية بالمطلوبين وعملية التسليم للمجرمين. ندوة الجزائر تعكس إرادة المدراء والمفتشين العامين للشرطة الأفارقة في الاتحاد بهدف تحديد مبادئ وأهداف مشتركة وتكثيف التعاون المتبادل في مجال الشرطة. أعلن الأمين العام لحزب نداء تونس محسن مرزوق عن استقالته من الأمانة العامة للحزب مع الإبقاء على العضوية أو عضويته فيه. وقال محسن المرزوق إن الأزمة التي تعصف بالحزب تتطلب مؤتمرا انتخابيا ديمقراطيا وليس تشكيل لجان متحيزة، في إشارة واضحة منه للجنة التي شكلها مؤسس الحزب الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي نهاية الشهر الماضي. هذا ويذكر أن الحزب عرف حزمة حادة من الانقسامات طفت إلى السطح بعد استقالة 32 من نوابه في البرلمان بعد تعليق عضويتهم. دعا اليوم المشاركون في مؤتمر روما حول سبل تسوية الأزمة الليبية الفرقاء الليبيين لوقف فوري لإطلاق النار. وحضر المؤتمر ممثلون عن وزارات خارجية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، إضافة إلى ممثلين عن وزارات خارجية الجزائر وتونس، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي ومارتن كوبلر المبعوث الأممي إلى ليبيا. هذا ويجري العمل في مشاورات روما على صياغة اتفاق يرضي البرلمان في طبرق والمؤتمر الوطني العام الليبي في طرابلس، وذلك بعد أن اتفق الجانبان في الجولة السابقة من المفاوضات في تونس وبوساطة المبعوث الأممي على أن يتم التوقيع في 16 من ديسمبر الجاري في المغرب على اتفاقية تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا. اليوم المجتمع الدولي يطلب من الأطراف الليبية تشكيل حكومة وحدة وطنية والتي يمكنها التحكم والسيطرة في كامل التراب الليبي. الأربعاء المقبل المبعوث الأممي الخاص أكد لنا أن ممثلي البرلمانين سيحضرون لقاء الصخيرات في المغرب إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني الليبي، وهذا لتوقيع على وثيقة تشكيل حكومة وحدة وطنية. إن هذا الاتفاق ماضي وعلى كل الليبيين دعمه، ومن لا يفعل ذلك وجب محاربته. نبقى دائما في منطقة المغرب العربي، حيث نوه الرئيس الصحراوي والأمين العام لجبهة البوليزاريو محمد عبد العزيز بالقرار المتخذ من قبل الاتحاد الأوروبي القاضي بإلغاء الاتفاق التجاري مع المغرب. جاء ذلك على هامش تسلمه لجائزة حقوق الإنسان التي تمنحها سنويا اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها المنظمة الجزائرية. نتابع. المحكمة العليا الأوروبية في لوكسمبورغ هو خطوة في الاتجاه الصحيح. نأكد أن القضية الصحراوية قضية حق، قضية قانون، وهذا القرار ينسجم مع طبيعة القضية الصحراوية، مع طبيعة المشكل الصحراوي. نحن ندد بالأصوات الناعقة من هنا وهناك، خاصة في المغرب وبعض الجهات الأخرى اللي تحاول النيل من هذا القرار، ولكن أن لدينا الثقة المطلقة في أنه القانون سيأخذ مجراه في النهاية.
الآن إلى شان اليمني، حيث توجه وفد المفاوضات عن حكومة الرئيس عبد الرب منصور هادي والحوثيين إلى سويسرا للمشاركة في المحادثات بشان حل الأزمة اليمنية المقرر عقدها بعد غد الثلاثاء. هذا ويؤكد وفد حكومة خالد بحاح على تنفيذ القرار الأممي 2216 كأساس لحل الأزمة اليمنية، في حين يؤكد وفد أنصار الله علي على النقاط التي طرحوها سابقا خلال لقاء مسقط كأساس للحل. تباشير نهاية السنة على اليمن تهب حاملة عبير السلام المرتقب في لقاء الحوار بسويسرا التي وصل إليها قادما من صنعاء وفد الحوثيين، ومن عدن وفد حكومة خالد بحاح. لقاء ينتظر منه الكثير في ظل جولات ماراثونية قادها المبعوث الأممي لليمن والد الشيخ أحمد دون نجاعة في التوصل إلى وقف الحرب في البلاد، غير أن الإصرار قد يوصل والد الشيخ إلى نتيجة تضاف إلى مسيرته في المنظمة الأممية، إلى جانب إسهام الجارة سلطنة عمان في مساعي التقريب بين الفرقاء اليمنيين، لعل وعسى أن يكون الحل وإن تأخر من بوابتهم. الصراع اليمني بات يشد فيه كل طرف على شروطه، فالرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي أكد في كل مرة على ضرورة تطبيق القرارات الأممية المتعلقة باليمن والحوثيين ومن يواليهم من قوات الرئيس المخلوع علي عبد الله الصالح قبل المضي في أي مفاوضات، الأمر الذي أبقى الأوضاع على ما هي عليه إلى الآن، إلا في هذه المرة فهادي تقدم بوقف لإطلاق النار يدخل حيز التطبيق قبيل المفاوضات، غير أن الحوثيين هم أيضا اشترطوا لذلك وقف التحالف الذي تقوده السعودية غاراته عليهم، حيث خلفت هذه الأخيرة العشرات من القتلى والمئات من الجرحى في صفوف الحوثيين والقوات الموالية لمخلوع صالح في صنعاء ومأرب والجوف وتعز. ساعات قليلة إذن فقط تفصلنا على وقف إطلاق النار بين الفرقاء اليمنيين، وضعفها يفصلنا على موعد المفاوضات بسويسرا وسط ترقب دولي وعربي لما ستكون عليه احتفالات رأس السنة في اليمن، أبي سلام سعيد أو رصاص حزين. في آخر فصول الأزمة الدبلوماسية بين موسكو وأنقرة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن إحدى سفنها الحربية اضطرت لتحذير سفينة تركية بطلقات نارية شمال بحر إيجي، وذلك تفاديا لاصطدام معها، مضيفة أن الحادثة وقعت على بعد 22 كيلومترا من جزيرة ليمينوس اليونانية، مشيرة إلى أنه تم استدعاء الملحق العسكري التركي في موسكو لمناقشة الأمر. كما أفادت أن السفينة التركية غيرت على الفور مسارها وتابعت تقدمها قبل أن تمر على مسافة 500 متر من السفينة الروسية، حيث تم تجنب الاصطدام بينهما. الآن إلى السعودية، حيث أظهرت نتائج الدور الثالث من الانتخابات البلدية فيها فوز 12 مترشحة بعضوية المجلس البلدية في 8 محافظات، وهي الانتخابات التي تميزت بأول مشاركة للمرأة ترشحا وانتخابا في تاريخ البلاد. هذا وترى الكثير من النساء السعوديات مسألة مشاركتهن في الانتخابات في حد ذاتها مكسبا وتتويجا لنضال سياسي طويل، في حين يرى متابعون أن سماح السلطات السعودية للمرأة بالمشاركة لا يعد كونه انصياعا لضغوطات من عواصم غربية. نبقى دائما في الانتخابات، حيث فقط نسبة المشاركة في الدور الثاني من الانتخابات الجهوية الفرنسية 50%، وهي الاستحقاقات الأخيرة قبل استحقاقات الرئاسة التي ستجرى عام 2017. وكان الدور الأول قد شهد تقدما واضحا لليمين المتطرف وحزب الجبهة الوطنية الفرنسية التي تتزعمه مارين لوبان، بما أظهرت تراجعا للجمهوريين والاشتراكيين، وهو ما تخشى الطبقة السياسية الفرنسية أن يتكرر في الدور الثاني نظرا لتشدد اليمين المتطرف حول العديد من القضايا أبرزها الجالية المسلمة وملف اللاجئين. بالانتخابات الفرنسية نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، في أمان الله.